بقول لك انه السرقه مو غلط بنوب، بس الغلط انك تنمسك وانت عم تسرق. والشيء الأسوأ هو اللي عم يصير معنا، انه مازن ما عم ينأذى، ما انخدش ولا حتى خدش واحد. اكيد انت متضايق بعد ما خسرت، اكيد معصب كتير، انت بدك تنتقم مو هيك؟ اذا كنت فعلا بدك تاخذ بيتارك من مازن، انا جاهز لساعدك فورا. كيف يعني؟ بس تعمل مثل ما بقول لك تمام، وشوف شو رح يصير بعدين. دير بالك، خليك حذر كتير هالمرة، لا تعمل أي شيء غبي مثل المرة الماضية. أجيت إذا أنت بتساعدني عن جد، منقدر سوا نعلم مازن درس مرتب، لأنه هو عدو مشترك بيناتنا. هذا الولد الميكانيكي التافه سبقنا بخطوات كبيرة، وفوقه قاعد عم يزلنا. هلأ إجا الوقت لنفرجيه مكانته وشو هي قيمته. عدو عدوي بيصير صديقي، لهيك أنا اضطريت أتعاون مع أجيت. هلأ رح استخدم أجيت ضد مازن بكل شيء، وهيك رح دمره بالنهاية، مو بس مهنياً كمان شخصياً. حلوة بتطير العقل. يسلموا. أمي تعرفي عن جد أنا كتير مبسوطة اليوم، لأني ما تخيلت أبداً أنه رح نقدر نعمل حفلة كبيرة كل هالقد. أخيراً حلم مازن اتحقق. عفواً مدام، حابب شوف السيد مازن لو سمحتي. بس هو الحقيقة هو مشغول هلأ، فيك تقلي شو بدك منه لو سمحت؟ الحقيقة أنا منظم الحفل تبع اليوم، والسيد مازن عطاني شوية مصاري لنظم كل هالحفل، وبقي معي شوي من المصاري، بس يعني كنت بدي رجع له إياهم. فهمت عليك. إذا هو مشغول أنا فيني أعطيهم لأمه. لا بالحقيقة أمه مشغولة أكتر منه، فيك تعطيني باقي المصاري إلي، أنا بكون زوجته جانا. ماشي، لكن راح أعطيك إياهم، هدول بيكونوا 18,000. تفضلي. يسلموا. أمي منيح إنه عطاني المصاري لإلي، مو أحسن ما يعطيهم لحماتي؟ شو قصدك؟ أنا قصدي إنه حماتي هلأ كتير مبسوطة، بخاف تضيع المصاري من إيدها. معقول سافيت دليكي؟ شايفة بعينك؟ شايفة بعينك شو عم بيصير بين الأم وبنتها جانا؟ أنت ما كنت تسمعي مني؟ من شان هيك الله فرجاكي هذا الشي بعيونك، هذا هو الوش الحقيقي لكنتك جانا المنيحة، وانتي لسه ما شفتي شيء. انتي بس استني شوي وشوفي بعدي. خلي هدول المصاري معك، خبي لي اياهم معك احسن ما يضيعوا، بعدين باخذهم. شفتي؟ شفتي هدول التنتين؟ الأم وبنتها رح يسيطروا على البيت وعلى الثروة وعلى كل شيء، وأنتي طبعاً ما رح يكون عندك شيء، فهمتي علي؟ بالنهاية هي أمها ولازم تعرف قيمتها منيح. بس أنتي غلطتي، أعطيتيها حرية أكتر من اللازم بكتير. هلأ بس استني وراقبي كيف سوشنا رح تلعب لعبتها معك، وأنتي رح تندمي.
وين بدي لاقي دواء التشنج؟ شو هاد؟ وينو؟ رح دور بمحل تاني. وصل استلام جامع مازن دشموخ، الباقي لازم يكون باسمي. كل الودائع الثابتة اللي بالبنك مسجلة باسم كنتي جانا مازن دشموخ وبس، ما في ولا وحدة باسم أمها. كنتك الحلوة جانا يا أختي هي عم تستخدم مازن لحتى تحقق كل أحلامك. ليك مازن دائماً بيعمل اللي بتقوله جانا، مثل ما هلأ جانا متحكمة بابنك مازن وعن قريب كتير كتير رح تتحكم بكل شي بملكه ابنك. حقيقة أنا منظم الحفل تبع اليوم، والسيد مازن عطاني شوية مصاري لنظم كل هالحفل، وبقي معي شوي من المصاري، بس يعني كيف بدي رجع له إياه؟ إذا هو مشغول باطياً لأمه. لا، بالحقيقة أمه مشغولة أكثر منه. فيك تعطيني المصاري إلي، أنا بكون زوجته جان. أمي، منيح إنه عطاني المصاري إلي، لو عطاه لحماتي أكيد كانت ضيعته. انتي شايفة بعينك هدول التنتين هن رح يسيطروا على كل شي على البيت والثروة، وانتي ما رح يكون عندك شي. مثل ما هلأ جانا متحكمة بابنك مازن تماما، فيك تعطيني وعن قريب كتير أنا بكون رح تتحكم بكل شي بملكه ابنك. أمه مشغولة أكثر منك، هن رح يسيطروا على البيت وعلى الثروة وعلى كل شي، وانتي ما رح يكون عندك شي. خليك أجيت. أجيت لك ابني، انت شو عم تقول؟ انت جنيت شي؟ ها؟ انت بدك تترك كل شي وتروح لحتى تسرق؟ ايه رح اسرق، رح اسرق امي. انا جربت كل شي لهلا،
حاولت اشتغل، حاولت اعمل شغل، بس ما نجحت باي شيء. وهلا حابب اعمل شيء اقدر اكسب منه مصاري بوقت قليل. ليك يا امي، انا بدي اوفر لك انت وفاندو وبنتي حياه احسن من هي اللي عايشينها. ليك انا ما فيني اقبل انك تسرق مشاننا ومشان تخلينا مبسوطين. ليك شو بدي اعمل يا امي؟ شو ما عندي خيار تاني غير هاد. انت بدك اياني اتغير صح؟ ووقف شرب واتطور. لو سمحتي، لو سمحتي لا تمنعيني. اجيت هالشي مو صح، السرقة مو حل لأي مشكلة أبدا. لك أنا شو بعمل؟ شو بعمل؟ طيب أنت فيكي تعطيني، يلا أعطيني. أنا من وين بدي أجيب؟ يعني لو أنا معي مصاري ما كنت أعطيتك يا هون. ما بيهمني، بدي مصاري وبس. يلا هاتي هدول المجوهرات، خليني أخذهم مشان أبيعهم. هاتي أعطيني. لك شو جنيت؟ أمي بصراحة أنا بدي أعمل أي شيء لفاندو ولاموني ولإلك. صح أنا ما بحكي، بس بتفهم إنه فاندو مرتي وهي مرة عظيمة، وأنا ما بجيب لها غير الحزن. وهالمسكينة تحملت كل شيء وضحت بحالها مشان هالبيت، وأنا أهنت وضربت كمان وما عم وقف شرب. وبعدين أنا لمت حالي، أمي بدي أعمل شي كرمالها. خلاص أنا بدي كفر عن ذنوبي كلها. أمي أنت قولي لي قديش المسكينة فاندو فيها تتحمل كل مسؤوليات العيلة لحالها؟ أنا بكون أبوها لموني. تعرفي شو بدي؟ بدي أوفر لها حياة أفضل وكمان تعليم أفضل. لا رح أعمل أي شي كرمال هالتنتين. أكيد رح أعمل، ضروري أعمل. أجيت بترجاك اسمعني شوي. مرت أمي فاندو، أنا سمعت كل شيء. فاندو أنا خايفة على أجيت كتير وخايفة يغلط، يعني باكي عمل شي غلطة بلحظة غضب. لا بنتي، العالم ما كان سيء كتير، ما بيترك الواحد يتغير، إذا بده بالعكس بيخليه يصير أسوأ من قبل. أنا خايفة إنه أجيت يمشي بالطريق الغلط. أنا كنت ببيع كل مجوهراتي كرمال ابني أجيت. بس شو الفائدة إذا ببيع هالمجوهرات؟ ما رح تكفي حاجة أجيت أبداً. ما بعرف شو بدي أعمل وكيف لازم أتصرف يا بنتي. تمام، لو سمحتي بترجاك لا تبكي مرت عمي. خلاص بدك احكي مع أخي مازن مشان أجيت. بس يا فاندو، عن جد رح تحكي مع أخوك مازن مشان أجيت؟ ايه طبعا. إذا بدك تحكي معه، هو ممكن يساعد أجيت كرمالك، لأنه الغاليين بيساعدونا بس بالأوقات الصعبة. صح فاندو؟ معك حق مرت عمي، وقت أجيت بيفكر هالقد مشاني ومشان بنتي بيكون من واجبي يفكر فيه وشوف شو لازم أعمله. ومسؤولية عائلتنا مو بس علي، هي علينا كلنا. انتي لا تاكلي هم. خلص انسي الموضوع، انا اكيد رح احكي مع اخي بهذا الموضوع. عظيم، هذا اللي كان بدي اياه. سهولة وقت فاندو فريسة لخطتنا، هلأ رح نستمتع باللعبة. يلا تعالوا. ساندري. نعم. خديهم لجوا، عيشوا معي، فوتي ارتاحي.
ايه تمام، كل شيء كان منيح والحفلة كانت كتير حلوة. ايه جانا حبيبتي، ما قلتي لي حبيتي المفاجأة؟ مفاجأة؟ ماما؟ ماما؟ امي؟ امي رجليكي ورمانين كتير. ماما ليش ما عم تسمعي كلامي ابدا؟ تعرف شو مازن؟ اليوم وجعتها معدتها بس ما كانت عم تقلنا، وهلا كمان جانا. ليش امي؟ ليش خايفه كل هالقد بنتي؟ ما صار لي اي شيء، لا تقلقي. ما بدك ياني خاف؟ كانوا عم يجعوني شوي بس هلا منيحه. امي اطلعي على رجليكي، شوفي كيف ورمانين. انت دائما تتوجعي وبتخبي علينا وجعك، شو هذا يا؟ لاني رقصت كثير اليوم. يمكن بسبب الرقص، بس ولا يهمك، انا رح لاقي حل لهالشيء. سندري، سندري. نعم سندري، جيبي مي سخنه فورا. حاضر. امي بدها مساج بسرعه، انا رح جيب لها المي. لحظه، يلا. ما في داعي يا جانا. ما في داعي، ما زلت مو معقول. شو بتهملي حالك؟ لك بنتي ما في داعي للدواء. امسكي لي هي شوي. خلص انا منيحه. مرت عمي خدي الدواء. اسمعيني امي، هلا بتقومي بتفوتي لجوا وبتريحي لي حالك، والمي بتيجي لعندك لهي. ايه ماشي، انا بمشي لحالي. امي خلص بقى، خلص جانا انا منيحه. امي هاي المي السخنه. جانا ما كان في داعي لكل هالشيء. امي حاجه بقى تقولي لا على كل شيء، انا بعرفك منيح، قد ما كنتي موجوعه مستحيل تبيني وجعك. يلا حطي لي رجليكي بالمي. ليكي جانا انتي ما عم تفهميني، الاخت زافيتا قاعدة برا وهي كتير تعبانة، انتي لازم تساعديها كمان. انتي قاعدة عم تتجاهليها وتساعديني الي، هي رح تزعل منك كتير. روحي روحي وشوفي شو بدها. امي اسمعيني شوي، انتي شي وهي شي تاني. اذا بدها مني شي بتجي لعندي وبتقلي بصراحة، انا وياها اخدين وش على بعض ومتفاهمين على كل الامور. امي بتعرفي احيانا شو بحس؟ بحسها هي امي وانتي حماتي. بس يا بنت قومي حطي رجليكي. من وين شوي 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 خليكي ناقعتيهم شوي وبرجع. ها؟ ايه. شو امي؟ ايمتى اجيتي؟ ليلي حبيتي الحفلة؟ شبه؟ ليلي ماما انت شو صار لك؟ ليش هيك ساكتة يا امي؟ شو صاير؟ مازن؟ مرت عمي انت منيحة؟ محتاجة شي؟ ماشي مازن انت روح ارتاح. طيب ماشي. فاندو؟ نعم. انت شو عم تعملي؟ ما قلت لك ترتاحي وتتركي كل شيء؟ لك هل ليش عم تشتغلي؟ يلا روحي انا بشتغل كل شيء. روحي روحي خليني اشتغل. بس لحظة مرت عمي، انا خلصت كل الشغل وما بقى في شيء خلص، وكمان ما حيعجبني تشتغلي وانا موجودة بالبيت. اجيت تعا شوف مرتك صايرة كتير عنيدة، مو مستعدة تسمع مني. يلا عطيني اياها. مرت عمي لكي فاندو، أنا ماني حابة عزبك بشي يا روحي، وبما أني ما بقدر أعطيكي حقك من السعادة بهالبيت، بقى على القليلة خليني ساعدك بشغلك. إيه؟ مرت عمي رجاء اتركيها، ما في داعي ترتبي ولا تقربي عشي، أنا هون لساتني موجودة. بترجاكي لا تلومي حالك ولا تزعلي، أنا كتير مبسوطة بالوضع اللي أنا فيه ومرتاحة. بالمناسبة أنا كتير بحب شغل البيت. فاندو
اسمعي، يعني بدك يعني بهدلة؟ روحي. طيب. أمي؟ إيه؟ أنتِ شو عم تفكري بالضبط؟ أنتِ ما عم تخلي فاندو تشتغل؟ هيك بتصير تتحكم فيكي بعدين؟ أجيت، أنتِ بتعرفني ما هيك؟ إذا كان فيني خلي حدا يقعد على راسي ويطيعني، فكمان فيني خليه يوقع. فهمت شو قصدي؟ والقصة بس قصة كم يوم، بالمستقبل رح ترجع تعمل كل شيء. أجيت، أنا خططت اتصرف بشكل منيح مع مرتك فاندو، وهيك بيت أهلها بصيروا بيحسوا إني كتير منيحة مع بنتهم، وبهالطريقة ممكن بيصيروا يساعدونا. مين إجا؟ روح شوف مين في عالباب. ماشي. يلا. خالة؟ أختي؟ أمي. أهلين سافيتا، شرفي. لو سمحتي تفضلي عادي. شو القصة؟ ها؟ قصدي جاي لهون بهالوقت؟ أكيد صاير شي. ولا شي، بعد العشاء أنا طلعت أتمشى بالشارع ولقيت حالي قريبة على بيتكن، وحسيت حالي كتير مشتاقة لفاندو، لهيك اجيت لعندكن. عن جد؟ منيح انك اجيتي. انتظريني دقيقة، رح نادي لفاندو. ماشي؟ اجيت؟ نعم. اسمعني منيح ابني، انتبه انا شو رح اقلك. فاندو ما لازم تطلع من غرفتها، فهمت علي؟ سافيتا، بعتذر، ما كنت بعرف إنه فاندو نايمة، هي تعبت كتير اليوم. لكي إذا بدك أفيق لك إياها رح أروح أفيقها. مو مشكلة، أنا بس أجيت لأشوفها لأنه مشتقت لها. يلا بستأذن منك. لوين رايحة؟ شو هالحكي هذا؟ أنتي صلك زمان ما أجيتي على بيتنا، ما رح أتركك تروحي بهالسهولة. شو بتشربي؟ شاي ولا قهوة؟ لا يسلم، وما بدي شي. قلت لك طلعت أتمشى شوي، بس اشتقت لفاندو لهيك أجيت. ليش؟ هو لا، أنا ما كان قصدي. كيف هيك فجأة اشتقتي لفاندو؟ أختي شو القصة؟ يلا حكيلي، مبين عليك كتير تعبانة ووشك شاحي. كنتي منيحة المسا، وكنتي عم ترقصي، وكنتي عم تغني، بس شو صار فجأة؟ لا لا لا، ما في شيء أبدا، صدقيني. أنا بس كنت حابة أني أحكي مع بنتي فاندو. أختي متأكدة أنه ما في شيء؟ طيب إذا ما بدك تحكي لي شو صاير، رح فيق فاندو وقل له أنه جيتي تشوفيها وأنك كنتي تعبانة، بس رحتي بدون ما تحكي معها، وهي وقتها رح تقلع. لا لا، لو سمحتي، ما في داعي تعملي هيك. لو سمحتي، أنا بس اشتقت لها، يعني هي شغلة مزاج بس مو أكتر من هيك. كل شي رح يكون منيح مع الوقت. أيوة، بس إذا أنا ما كنت غلطانة، أنت عندك بنت بهداك البيت، حبيبتك جانا، صح؟ لكن ليش حتى تشتاقي لفاندو؟ يلا حكيلي، شو انتهى حلمك هلا؟ أنا كذا مرة نصحتك وكنت قلي بإنه البنت بنت وبإنه الكنة كنة، وهيك رح يضلوا، يعني هذا الشيء مفروغ منه. هلأ أمها إجت لعندك، ومن الطبيعي تهتم بإمها أكتر منك، مشان هيك حسيتي حالك مشتاقة لفاندو. بس أختي شو ما صار، صار كله بالوقت المناسب، هيك قدرتي تشوفي الحقيقة كلها بعينك. يعني بالنهاية البنت والكنة مو مثل بعض، فهمتي علي؟ أختي خلص، لو سمحتي، كنتي بتحبني وبتعاملني بطريقة منيحة مثل بنتي تماما، لا تحكي ولا كلمة ضدها، فهمتي؟ أنتي يمكن تعدي 100 شغلة منيحة لجانا،
بس زيارتك لهون بتبرهن على العكس، انه انت كتير وحيدة بهداك البيت. جيتي لهون لتعبري عن مشاعرك المخباية وتشكي همك الكبير لفاندو. انتي عملتي الشي الصح، بعدين انتي إلك الحق بفاندو أكتر مني. فاندو لازم تكون قريبة إلك، أنا مرتاحة وما بزعل منك وما بتضايق من هالشي لأنه فاندو بنتك. وإذا كان عندك شي مشكلة ما عم تنحل، فاندو رح تركض لعندك إلك، وأنا رح تتركني على جنب. بس بظن انتي ما عندك هيك علاقة قوية مع الأخت سوشنا، صح؟ أختي هدوك الأم وبنتها رح يحطوك. خلاص عم بقلك لا بقى تحكي ولا كلمة عليهم، فهمتي؟ أختي هنن كتير منح ما يصدقيني. سافيتا شو القصة؟ قلي لي شو صاير؟ شبك شو صاير؟ ليش عم تبكي؟ إذا ما بتحكي لي شو صاير أنا رح فيق فاندو، فهمتي علي؟ أختي اسمعي، أنا صح صار في عندي بالبيت بنت واللي هي جانا، بس أنا خسرت ابني مازن اللي هو من لعمي ودمي وبحبه كتير ومن قلبي. أختي اهدي ولا تفكري بالقصة، اهدي شوي أختي. هلا أنتي مو بتوثقي فيني ما هيك؟ طيب انتي ليش عم تبكي؟ اهدي شوي، انا هون وجنبك صدقيني سافيتا. بس لوين رايحة؟ امي شوفي لشو هي عم تبكي؟ ولا شيء ابني، مشكلة الكبر بالعمر، لا تفكر كتير. يلا انت روح ونام وبلش احلام ببيت جديد وكبير يكون ملكك. امي شو عم تعملي؟ عم دور على المصاري جانو. بنتي انا حطيتهم هون على الطاولة جنب كتاب ساشين، وما عم تطول بالك. كيف طولي بالك امي، المصاري رح يلتقوا. كيف بدي طول بالي؟ راحوا المصاري 18,000 روبية. ايه امي بس هن كانوا بالبيت، يعني وين بدهم يروحوا؟ لا تشغلي بالك كتير، رح نلاقي المصاري. لا بس جانا هن المصريات صهري، انا ضيعتهم، شو بدي اعمل هلا؟ امي سهرك هذا بيكون ابنك كمان. جانو عن جد ما بعرف شو صاير بذاكرتي، ما عم بتذكر وين عم حط الاغراض، رح جن انا، ما عاد عم بفهم شو بدي اعمل. يا رب هديلي اعصابك امي، المصاري موجودين، وين بدهم يروحوا يعني؟ ما رح يضيعوا، بكون شي حدا شالهم. بلكي ساشين لما اخذ كتبه عن الطاوله اخذوا الكتب بلا ما ينتبهوا المصاري بيناتهم، يعني الاحتمال وارد. او مازن مثلا شاف المصاري محطوطين على الطاوله واخذهم وحملهم معه. امي حاجه تتوتري. صح يا ربي دخيلك يلتقوا المصاري باسرع وقت. خلص امي. شو القصة اختي سوشنا؟ ما لقيتي المصاري؟ لا أمي لساتنا ما لقيناهن، بظن يكونوا يا مع مازن يا مع ساشو محطوطين بين كتبه، بس لا تاكلي هم المصاري رح يلتقوا أكيد. خدي مرت عمي، بس شو هذا الظرف؟ هدول شوية مصاري بس. ليكي فاندو أجيت بده يبلش شغل جديد، ما لهيك أنا قدرت دبر هدول المصاري. بعرف إنه هن ما رح يكفوا بس لازم على الأقل نبلش فيه. ما تكوني بعتي مجوهراتك؟ بس أنا خبرتك إنه رح أحكي مع أخي. فاندو اسمعيني، أنا ما بعت مجوهراتي ولا شي. أنا دينت شوية مصاري من حدا قريب. دينتي؟ بس شو في داعي إنك تتديني؟ لأنه نحن بحاجة للمصاري فاندو. أنا أمه لأجيت لهيك يا بنتي، أنا فيني أفهم ألمه ومشكلته. أنا كمان بعرف إنه هالمصاري ما رح يحلوا مشكلة، بس لازم نبلش من شي محل. ديري بالك عليهم. اسمعي، نحن رح نضبل للمصاري ولما نجمع مبلغ كبير شوي رح نعطيه لأجيت، ماشي؟ أمي أنت من وين جبتي مصاري؟ أجيت؟
أجيت شوف ليك بصراحة هالمرة أنا طلع لي سحبة حظ من حساب بنك النادي، يعني أنا ربحت له هدول المصاري. لهيك أنا جبتهم وعطيتهم لفاندو مشان تخبيهم. فاندو ديري بالك عليهم. حاضر مرتم. بس أنت ليش عطيتيها كل هالمبلغ لفاندو؟ أجيت لك ليش أنت ما بتفهم القصص من أول مرة؟ ابني عميل خير مع ناس غيرك، والخير أكيد رح يصير معك. هي لازم تحس إنه عم نحاول جهدنا، وقتها بس هي رح تحكي مع مازن فورا. مرت عمي أنا رايحة لعند أمي. إيه ليش لا بنتي، روحي شوفيها. تعا أجي تعا عود. يلا أنا رح أجيب لك مي. عود ابني. لا لا أنا ما فيني خلي المصاري بالبيت، بلكي أخذهم أجيت رح يصرفون على شغلات ما لطعمي. اليوم أنا لازم أحكي مع أخي مازن. كل ما بلش أجيت بالشغل أبكر، كل ما وقف الشرب أبكر. مرت عمي أنا ما رح طول. ماشي. هدول ليش عم بيعملوا فيني هيك؟ بحياتي ما خبيت شي عنهم ولا عملت شي ما عرفوا فيه، لكن ليش عم بيصرفوا مصاري من ورا ظهري وبلا ما أعرف؟ فيني أقبل هالشي وتفهمه منيح من أختي سوشنا، لأنه ما صار لهون غير 10 أيام بس. جانا صار لمعي سنين طويلة وصارت بتعرف طبيعتي، ومع هيك ما فكروا إنه لازم يخبروني بالقصة. هن انكذبوا علي. ليش؟ لو إنها قالت لي إنه بدها تستثمر أنا كنت منعتها من إنه تصرف المصاري الشي. ما ضل لي حدا بهالبيت من حصتي ولا حدا. كل الودائع بتنحط باسم كنتي جانا، حتى المصاري. عن جد راسي لطلع معها. أنا وثقت زيادة عن اللزوم بجانا وعطيتها حرية كبيرة، حتى أني اعتبرتها مثل بنتي تماما، وهي على مهلها كانت عم تسرق ابني وهالبيت مني، وكانت عم تسرق مني حقي. ليش عم تسرقي حقي مني؟ ليش؟ ليش عملتي فيني هيك يا جانا؟ ليش؟ ليش؟ أمي حذري شو صار اليوم؟ شو صار؟ نحن اليوم ربحنا المباراة، وطبعاً السبب أنا، لأن اليوم كنت كتير متنشط ولعبت كتير منيح، ولو تشوفيهم كيف انهزموا هزيمة ما رح ينسوها أبداً. برافو برافو ابني الرياضي. بس فيك تقلي شو هو سبب هالبقع اللي معبية تيابك كلها من فوق لتحت؟ طالما نحن ربحنا بهاي المباراة مو مشكلة البقع. أنا بفرجيك شو رح ساوي. تعال عندي، تعال هون، تعال تعال تعال. بدي أسألك شغلة، شفت لي شي رزمة مصاري محطوطة على الطاولة؟ لا. فكر منيح وتذكر ابني. متأكد؟ لا أمي متأكد ما شفت رزمة مصاري. أنا كتير جعت ماما، فيك تحطي لي شي لحتى آكل؟ إيه يلا حبيبي هلأ بطعميك. ساشين ما بيعرف مع مين بدها تكون، معناتها أكيد مازن أخدها. يلا أمي أنا كتير جوعان. إيه روح روح أنت تحمم، وبس تخلص بيكون جهز الأكل. مرحبا. أهلا فاندو. كيفك؟ منيحة أنت كيفك؟ أنا أموري تمام. وين أمي؟ أهلين فاندو. أمي؟ أهلين بنتي. يرضى عليك. شكرا لك. تفضلي قعدي. يلا يلا. إن شاء الله ما تكون أختي راسي لحكت لأشي عن اللي صار مبارح، مع أني نبهتها أنه ما تحكي له ولا تجيب له سيرة. فاندو؟ نعم.
ليش اجيتي فجأة بنتي؟ بصراحة حسيت اني اشتقت لكم، فقلت لازم اجي لعندكم. صحيح كان كتير عجقة على الطريق وبالزور وصلت، ويوم الاحتفال كان في ضيوف كتير، وأنا ما شبعت منكم أبداً، لهيك ناوي أقضي النهار عندكم اليوم. منيح اللي اجيتي لعنا بنتي، بس يعني ليش ما جبتيموني معي؟ ما جبتها لأنه عندها مدرسة هلأ، خلصت العطلة ورجعنا على الهم. مرت أخي؟ وينه أخي مازن؟ مازن بهالوقت وين بيكون؟ بيكون بالشغل. اي مزبوط. يا ربي فاندو، طمنيني عن موني، منيحة هالأيام؟ ايه الحمد لله منيحة. فاندو قومي معي شوي على المطبخ، بدي ورجيكي شغلة. ايه تكرمي امي، انطريني راجعة. يلا امشي. تعي. احكي قلي لي شو كنتي بدك تورجيني؟ اكيد اخي جاب لك مجوهرات جديدة صح؟ لا فاندو، ما جبتك لحتى ورجيكي شي، بصراحة بدي اسألك سؤال. سؤال؟ فاندو بدي اسألك، انتي بدك شي من مازن يا ترى؟ لا مرت اخي. طالما لا، ليش استغربتي لما عرفتي انه مازن مو بالبيت؟ لا ابدا، القصه ما نهي. حبيبتي لا تخبي عني شيء، احكي لي اجيت عامل معك؟ لا اجيت ما عمل شيء بصراحه، هو تغير شوي، مستغربه من وضعه هلا. احيانا ما بقدر صدق كيف الانسان بيقدر يتغير هالقد. بتعرفي شو هالفتره صاير عم ياكل همي وهم بنتي، صاير بيحسبها من مسؤولياته، وأنا كتير مبسوطة بهذا الشيء. وبتعرفي شو؟ عن قريب بيستلم شغل جديد. كتير حلو فاندو، هذا الحكي كتير منيح. فاندو؟ ايه. إذا بناتي الحلوين خلصوا حديثهم أنا رح أخدها منك شوي. ليش؟ لا يا أمي الحلوة، امشي نقعد برا ونحكي. يلا تعي تعي. يلا بدلوا تحكوا، بدلوا تحكوا، خلصنا تعالي. عم بيحكوا جوا أسرار، فوتي. أمي أنت تعالي عادي هون، تحكي معي أنا كل هالحكي. ايه ماشي، انسي شوي وقولي لي امتى ناوية تجي تزوريني. بتعرفي شو بنتي عم تشتاق لك كثير، ودائما بتسالني عنك وامتى تيتي رح تجي لعندي. قولي لها رح اجي السبت مشان تكون عطلت من المدرسه ونتسلى ونلعب انا وياها. فاندو. ايه جانو. تفضلي. لا يسلموا، حاسه بدي امرض ومرشحه مو قدرانه. شكرا. عم تاخدي دواء يا بنتي؟ ايه امي اكيد، بدي طلع محرمه. ليكا فاندو، هي الرزمة. ايه هالمصاري إلي مخبيتها، أجيت بده يستلم شغل جديد، وبصراحة بس هدول اللي ضلوا معي. عنجد؟ لكن أجيت مبلش بشغل جديد؟ لا لسه ما في شي مبين، بس قريباً رح يستلم. المصاري طلعت مع فاندو بالأخير، بس أنا لازم أتأكد، بس مو قدام حماتي، رح أسألها بعدين. بوني تعي لعندي. يلا لحظة جاية. تعي بنتي عالسريع. دقيقة أمي. بوني. نعم شوفي أمي. بنتي حرارتي مرتفعة كتير، تقدري تروحي تسخني لي مي؟ حاضر. ما تطولي فيها بنتي.
سيبوني. بوني انت شو كنت عم تساوي؟ ماما هي اللي قالت لي روح سخن لها مي، لهيك اجيت. روحي ادرسي. مانو مانو، انت صاير لعقلك شي؟ كيف بتطلبي من بوني تسخن لك مي؟ ما بتعرفي انه هالشي خطر عليها؟ مانا كبيرة لدرجة تخليها تسخن لك مي على الغاز. ليش عم بتعيط علي؟ مانك شايف كيف راسي عم يوجعني؟ إذا ما قلت لبنتي لمين بدي أقول يعني؟ ما كان في حدا، راسي رح يموتني من الوجع. ومع هيك رحت على الشغل وأنا ما قدرت آخذ إجازة. لو رحت كانوا خصمولي من راتبي ونحن مو ناقصنا خصم. قليلي أنت مين بتحبي أكتر، راتبك ولا حياتنا؟ لو أني بس متأخر دقيقة واحدة ما بعرف شو كان رح يصير. خلص لهون وبس، خلينا نجيب خدامي ونخلص من هالقصة. نجيب خدامة؟ ومين بده يدفع لراتبك؟ خلاص أنا بدفعه. وين المشكلة بالموضوع؟ رح أضطر أشتغل شوية زيادة. إيه أنا قبلان، بس ما تفكري إني أعرض حياة عيلتي للخطر مشان أوفر مصاري. بينوت روح جيب لنا خدامة لكان. بس وين بدك تلاقي خدامة تجي لعنا بأسرع وقت؟ مانو أنا عندي حل، لبين ما أدور ولاقي لك هالخدامة اطلبي من أمك تجي لعنا لهون. شو؟ شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ بدك يعني جيب أمي لتشتغل خدامة هون؟ مو هيك، استوعبي حكي قبل ما تعصبي. بتجي لهون لأنها أمك ولتدير بالها عليكي، هي على الأقل فيها تسخلك مي وقت حضرتك بتمرضي. أنا رايح لعن جارتلا وإلا أنه تبعتنا الخدامة تبعها من بكرة وخلصنا من القصة. فينوت أهلين فرشا. مرحبا مازن، شو أخبارك؟ أنا منيح، قليلي. بصراحة من لما راح ساتيش على أمريكا وأنا قاعدة بهالبيت رح موت من الوحدة. سوري إذا ما عندك مانع فيني إجي أقعد عندكم شي يومين ثلاثة وغير جو. فرشو ما في داعي تستأذني، ولو شو هالحكي البيت بيتك. وأمك رح تنبسط كتير بجيتك ورح تغير جو لأنه بتضل مالها. لا 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 صحيح، اسمعي فرشا اوعك تخبري امك، خلينا نسوي لها اياها مفاجاه. ايه شكرا كثير سهري، اوكي باي. باي. امي شو عم تعملي؟ الخلاط انتزع وما عاد اشتغل، كانه في شيء على الان جواته. أمي حبيبتي خلص تركي، هاي مانا شغلتك أنت. لا بنتي أنا بعرف صلحه، أبوك علمني كيف صلحه، بس لو كان موجود كان صلحه بسرعة. أمي أنت مشتاقة لبابا؟ يا ترى وين بيكون؟ مفاجأة. هاي بارشا. أهلين. مرحبا بارشا، كيفك أمي؟ منيحة بنتي. بارشا شو عم تعملي هون؟ وشو المفاجأة اللي قلتي عنها؟ لوين رايحة بهالشنتاية؟ شو؟ ماني رايحة لمحل، أنا أجيت أقعد عندكم هون كم يوم. برافو. بس شو إجى عبالك هيك فجأة؟ إيه لأنه ساتيش برات البلد وأنا لحالي بالبيت، وقلت بدل ما ضل قاعدة بالبيت بيجي بقعد معكم ومنتسلى كتير. رح ننبسط كتير لك. يا جانو هي حكت وانت وافقت بسرعة؟ الأحسن تسألي سافيتا بالأول. بس أمي ليش بدي أسألها عن هالشغلة؟ حماتي مستحيل تقول لأ على هاي القصة. يعني هي صاحبته لهذا البيت، حاولي تقدري هالشي، لازم تروحي وتسأليها. اسمعي أمي، حماتي تغيرت، ما أنا حماتي القديمة أبداً. وبعدين فكري فيها شوي، لما إجيتي لتستقري معنا انزعجت من وجودك؟ لأ بنوب. وهلأ شو تغير؟ هاي أختي وما رح تنزعج منها، وأصلاً هن يومين ورايحة. ما بعتقد إنه حماتي رح تزعل مني. طيب إذا سايرتك ومرقناها بس حاكي مازن وخدي رأيه.
مازن، أنا اتصلت فيه قبل ما أجي لهون، وهو شخصياً قال لي إجي. لكان يلا تعالي تفضلي لجوا. إيه. أهلين مازن. أستاذ طلبتني؟ إيه. أنا بصراحة كنت فايد الأمل من مشروع أهوجا. أنا كنت معتبر صفقة أهوجا خلاص فشلت، بس بفضلك رجعت للحياة. لهيك هي عربون عن تقديري. بس يا أستاذ، يعني ما في داعي. هذا حقك يا مازن. أنا كنت حاطط الاستثمار تبعها بحسابات الديون، بس أنت أنقذتني. شكراً شكراً، ممنونك أستاذ. ألف مبروك مازن. بس بدي الحلوان. إيه ليش لا؟ إمتى ما بدك؟ اليوم، بسمح لك اليوم، عم بمزح معك، روح شارك هالفرحة مع عائلتك. شكراً، جانا رح تنبسط كتير بس تسمع. فيني روح؟ شكراً أستاذ. العفو. هالمرة ما رح تزبط معك مازن، صرت حافظتك منيح، لهيك حاول تلاقي لك فكرة جديدة. بس انتي شو عرفك انه الحاسة السادسة مازن؟ السادسة، بس انت عقلك ما بيستوعب هاي القصص بنوب. اوه ايه، هيك لازم تكون حاستك السادسة خبرتك اني مبسوط. ايه طبعا خبرتني، بس حتى لو الحاسة ما خبرتني، ملامح وشك مبين عليك انه انت كتير مرتاح وانك كتير مبسوط. طيب لكن اسألي الحاسة السادسة تبعك ليش انا مبسوط؟ طيب هلأ رح أسألها. بترجاك يا حاستي السادسة قولي لي بسرعة ليش مازن مبسوط؟ طيب أنا رح أقلك، جانا كان في عنا صفقة قديمة ما عم تزبط، اليوم زبطت معنا، ولهيك الشركة ربحت مبلغ كبير من وراها، والأستاذ بهي المناسبة أعطاني هاد. شو في جانا؟ ليش مو مبسوطة؟ لا لا مازن، أنا مبسوطة. هو شو صاير؟ مازن بدي أسألك سؤال، أنت شفت شي رزمة مصاري لونها أصفر على الطاولة؟ كان فيها 18,000 روبية. لا ما شفتها، ليش؟ مبارح منظم الحفلة عطاني المصاري اللي معه، وأنا رحت عطيت المصاري لأمي، بس هي كانت كتير تعبانة وما عم تتذكر وين حطتهم، وما لقيناهم ولا بمحل، وعم نحاول نلاقيهن من الصبح بس ما لقيناهن، فكرتك انت مخبيهن. كمان حماتي طلبت مني المصاري، دورنا عليهن كتير بس ما لقيناهن. بس انت ليش خايفة من هذا الشيء؟ امك بتكون نسيانة، اكيد هي بكرة بتتذكر. لا مازن مو هيك القصة، بصراحة مرت عمي صارت طالبتهن اكتر من مرة، بس كيف بدي لاقي لي اياهن ما بعرف. خلص أنا عندي فكرة. أمي تفضلي. شو هاد؟ هدول المصاري اللي كنت عم تطلبيهم، بس هدول أقل لأني عطيت منهم لواحد، وهدول هن باقي المصريات. بس أنت من وين جبت هالمصاري مازين؟
أخذتهم معي لما رحت على الشغل. بس رزمة المصاري هاي غير هديك. ايه أعطيت شوية مصاري لواحد محتاج، لهيك أنا أعطيته إياهم بهديك الرزمة، وهي رزمة جديدة حطيت لك الباقي فيها. خديهم امشي. كذب. هلأ ابني كمان بلش يكذب علي، ومشان مين؟ بس كرمال ينقذ مرته. شو اللي عم بيصير؟ أول شي أختي سوشنا أجت على هالبيت، وبعدين جانا حطت كل الودائع الثابتة باسمها، وهلأ فارشا كمان أجت لهون. أنا ماني شايفة نواياهم رح تكون صافية أبدا، وحتى ابني مازن صاير شوي شوي عم بيبعد عني. أنا وقفت جنب أختي سوشنا، عاملتها مثل أختي ورحبت فيها، حبيت جانا مثل كأنها بنتي، وهلأ إنن عم بيحاولوا ياخدوا بيتي. بس لا، أنا بحياتي ما رح خليهم يحققوا هدفهم اللي إجوا مشانه. أنا بكون سافيتا دامودار دي شموخ، ما حدا في ياخد بيتي مني، أنا اللي بملك هذا البيت ورح ضل بملكه. مازن شو عم تعمل؟ شو؟ انت شو قصدك؟ قصدي شو كنت عم تعمل بإذني؟ كنت عم دور على موبايلي مضيعه. مازن ماني بنت صغيرة، أنا بفهم عليك منيح. جانا ليش أنا حاسس إنك عم تخبي عني شي؟ لا مازن، أنا ما عم خبي شي بنوب، أنا بس كنت عم فكر. شو؟ مازن، نحنا منملك كل شي بالحياة، مو ناقصنا شي أبدا. إذا بدنا اللي منحبهم يكونوا مرتاحين، منقدم لهم أفضل ما عنا. بس ليش في شغلات ما عم نقدر نحققها شو ما عملنا؟ أنا ما فهمت شي عليكي. قصدي من كلامي إنه من لما جبنا أمي على البيت أنا عم حاول أقدم لها كل شي لحتى تنبسط، لحتى شوفها عطول فرحانة. بس اليوم أمي رجعت دمعت. أمي اشتاقت لأبي مازن. أنا ما عم أعرف كيف فيني عبي هالفراغ هذا بحياتها. جانا حبيبتي، نحن شو ما عملنا ما فينا نعبي مطرح عمي بحياتها. 5 سنين مرقوا على زواجنا، أنا وياكي ما فينا نعيش بندون بعض ولا لحظة. حماتي وعمي صار لهم مع بعض من سنين، وهن بيحبوا بعضهم كتير، لهيك كيف حماتي بدها تعيش من دون عمي؟ أنا ما فيني أفهمها. بس جانا لا تزعلي، نحن مو طالع بإيدنا شي. أنا لما شفت حالة مرت عمي اليوم عرفت كتير منيح أهمية الزوج والزوجة بحياة بعضهم. لازم ندعي من قلبنا إنه عمي
يرجع عن قريب ويضلوا هو وحماتي سند لبعضهم. وبدي أطلب كمان إنه ما يصير معي أنا وياكي هيك، لأنه أنا ما فيني عيش من دونك بنوب. روقي هلأ، أنا هون. أنا بحبك مازن. وأنا بحبك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.